في إطار الرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لأسر شهداء الشرطة، نظمت الوزارة زيارة لهم إلى عدد من الأماكن السياحية والأثرية، كما نظمت احتفالات لهم من منطلق تحقيق التواصل معهم ودعمهم ومساندتهم. ولسه بحس بيك جنبي في كل مكان، وصوتك في المكان بيرن. بفضل تضحيات الشهداء يعيش الوطن في أمن واستقرار، منطلقا نحو البناء والتنمية. لذلك كان التقدير المتواصل من الدولة ووزارة الداخلية لهذه التضحيات، والحرص من القيادة السياسية على تقديم الدعم والمساندة لأسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن. وزارة الداخلية دايما بتوفر لي رحلات وكده علشان اكون مبسوطة اكتر وحاسة ان بابايا قاعد معايا. نشكر جدا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرحلة اللي عملها لنا الجميلة دي للمتحف المصري، وحرفيا بنستنى الرحلات دي من السنة للسنة. بنروح اماكن سياحية وبيجي معانا الضباط. طبعا الضباط اللي بيكونوا مرافقين لينا بيحسسوا الاولاد كأن فعلا باباهم موجود. بالنسبة للأب والأم بيحسوا كأن أولادهم لسه موجودين، ما فقدوهمش. بقى مبسوطة جدا، والضابط أو الضابطة من دول ماسكة ابني أو بنتي وماشيين مع بعض مرفقين بيهم وبيفسحوهم ويصوروا معاهم ويلعبوا معاهم. أنا ببقى مبسوطة جدا فعلا. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي مخلينا، جوزي ما ماتش وعيالي مش يتم وأنا مش أرملة. رجال الشرطة كلهم معوضين ولادنا عن عدم وجود الشهيد، اهتمامهم ورعايتهم في مدارسهم وفي دراستهم وفي كل الحاجات الترفيهية في كل المناسبات هم معانا. اليوم النهاردة جميل جدا، وولادي والأسر الشهداء كلها مبسوطين. أحب أشكر وزارة الداخلية على تعبها معانا بصراحة، ويعني اهتمامها بأسر الشهداء. وبحب أشكر قوي 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 الرئيس، لأن هو بصراحة كتر ألف خيره مش سايبنا ومهتم بينا قوي. انا بحب الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو بيخرجنا في امكنه زي دي، بيوديه في امكنه زي دي عمرها ما رحناها. وحشني يا بابا ووحشني الكلام وياك. لا تمر مناسبه الا وكانت اسر الشهداء حاضره تتشارك هذه الاحتفالات، ووزاره الداخليه سباقه دائما نحو وضع اسر الشهداء في مقدمه اهتماماتها، تصطحبهم في زيارات الى الاماكن الاثريه والسياحيه ليستمتعوا بأجواء من البهجة والفرحة كجزء من رد الجميل لهذه الأسر التي تحملت وضحت وصبرت ليستقر الوطن. مبسوط جدا ان انا روحت متحف مصر الكبير وزرت الاهرامات وشفت ابو الهول. وزارة الداخلية دايما سندانا، دايما بتفرحنا. وزارة الداخلية بتفسحنا وتعملنا رحلات عشان تعوضنا عن بابانا الله يرحمه، وبيخلوا الضباط تبقى جنبنا زي بابانا الله يرحمه. إشادة كبيرة من أسر الشهداء بالدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم وبالتواصل المستمر معهم على مدار العام لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها. وهم أمثلة على القيم النبيلة والتضحية والشجاعة، فهذه الأسر هي مصدر الإلهام والعزيمة. أبويا شهيد دي حاجة أكيد تشرفني. جمعونا كل سنة وبيحسسونا ان احنا أسرة واحدة معاهم، واننا لما بنحتاج اي حاجة بنلجأ اليهم. شاكرين افضالكم جميعا على الاهتمام بينا وأسر الشهداء. وتحرص وزارة الداخلية دائما على اصطحاب أسر الشهداء الى أندية الشرطة وإقامة الاحتفالات معهم بهدف تكريمهم، وهو ما يعكس تقدير الوزارة لتضحيات الشهداء والتزامها الدائم بدعم أسرهم. ساعات بتعب وببقى نفسي تحضني. وشهدت هذه الاحتفالية حضورا لعدد من الشخصيات العامة التي حرصت على الحضور لتكريم أسر الشهداء. ولسه بحس بيك جنبي في كل مكان، وصوتك في المكان بيرن ولسه بحن.
وتهدف هذه الفعاليات إلى تخليد ذكرى الشهداء الذين سطروا بأرواحهم وتضحياتهم استقرار الوطن وتكريم أسرهم لتعميق روح الولاء والانتماء الوطني وترسيخا لقيم التضامن مع هذه الأسر. أبويا شهيد دي حاجة أكيد تشرفني. اهتمام واضح توليه القيادة السياسية لأسر الشهداء. في هذا الإطار فإن وزارة الداخلية تقدم الدعم والمساندة لأسر شهداء الشرطة في كل المجالات وفي كافة المناسبات في تأكيد واضح على أهمية التضحيات التي قدمها آباءهم في سبيل استقرار وأمن الوطن. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.